معايا عبر الهاتف الآن صديقي العزيز كابتن هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر. كابتن هيثم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي كريم، مساء الخير وتحياتي ليك وللساده المشاهدين وفريق العمل. النهارده مودرن فيوتشر عمل مباراه معقوله جدا وكان ممكن يبقى يفوز بهذه المواجهه، هو في مرتبه جيده دلوقتي في المركز الثاني ب7 نقاط وما زالت لديه فرصه قويه جدا في الصعود للدور القادم في الكونفدراليه. راضيين عن مباراه اليوم؟ راضيين عن مشوار فيوتشر او مودرن فيوتشر لحد الان في الكونفدراليه؟ الحقيقه كريم احنا كنا بنطمع النهارده في الفوز، مع ان اللي حصل اخر 48 ساعه كان غريب حبتين. فجاه اللي حصل؟ مزق جديد لعمر كمال. فجاه علي الفيل خبطه جامده جدا، خالد رضا، خط الدفاع كله، رزق. انت متخيل ان خط الدفاع كله ما كانش موجود النهارده؟ ما كانش موجود الا عبد السلام، لدرجه ان انت اضطريت تحط باسم علي من باك رايت للسنترال لمدافع في المباراه. وقدم مباراه جيده وباسم جربها قبل كده وبيشتغل فيها كويس جدا. وعندك احمد رفعت هيرجع 13 واحد المفروض، عندك جوناثان الباك ليفت. احنا كان ناقص مننا النهارده 7 لعيبه بس. بص احنا ما عندناش شماعات، وقفنا مع اللعيبه ما فيش شماعات، احنا نازلين نكسب المباراه. كان عندنا في فرص حقيقيه، مروان جات له فرصه، اللعيبه عملت اللي عليها في حدود المتاح. طبعا اتحاد العاصمه فرقه محترمه جدا، يعني لهم كل الاحترام. احنا حاليا المجموعه هم 10 نقط واحنا 7، وبالمناسبه اكيد انت شفت سوبر سبورت كسب الهلال الليجي من شويه 2-1، فبقوا هم الاثنين 3 نقط وفاضل ماتشين، فحظوظنا ان شاء الله. يعني بس عايزين نروح لبعيد يا كريم، الموضوع مش كله بس مجموعات بالنسبه لنا، الكلام كله ان احنا عندنا عمل ان احنا نروح لبعيد في البطوله دي، وعندنا الامكانيات والثقه في اللعيبه ان شاء الله ان احنا نوصل. بعيد دي معناها ايه يا هيثم؟ بعيد دي معناها انك توصل لادوار متقدمه، ولا بعيد دي انك بتحلم تاخد البطوله؟ والله بص، اوصل النهائي كل شيء ممكن. احنا كنا بنقول للعيبه امبارح حاجه واحده بس. انت بتقول ان انت فريق كبير، يبقى لازم تثبت للناس ان انت فريق كبير وتكسب الكبار وتكون وسطيهم والناس تعمل لك الف حساب. اصلا مش بالكلام يا كريم، صح، بالشغل وبالتعب وحاجات كتيره جدا بتيجي. فهم احنا مصدقين وهم مصدقين، واحيانا الكره بتدي لك لما انت بتشتغل على ده وبتكون النتائج مذهله، واحيانا ما بيكونش في توفيق. لكن اللي انا بقوله لك ان الفرقه مصدقه ان هي ممكن توصل لبعيد في الكونفدراليه للنهائيات والكلام ده كله. طبعا في فرق لسه كويسه جدا موجوده. لا بس عشان ابقى امين معاك، وانا عارف ان انت سيدي العارفين بقيمه اللاعبين واهميه اللاعبين ودون تحيز لفرقنا المصريه، فلو بصينا على تشكيلات باقي الفرق فهيفضل مودرن فيوتشر مع الزمالك هم اقوى فريقين في البطوله. مودرن فيوتشر بس يصدق ان هو فريق كبير ويصدق ان هو عنده عناصر كبيره ويقدر ينافس على البطوله دي اكيد بسهوله يعني كابتن هيثم. طيب سؤالي القادم ليك، اتفضل. انت عندك البطوله القادمه ان شاء الله بطوله سوبر الابطال، وهي بطولة هي الأخرى لكم فيها أهداف كبيرة جدا، خاصة إن أنت بتلعب مباراتين فيها فقط، ممكن بعدها تحصل بطولة ثانية في تاريخ مودرن فيوتشر بعد طبعا كأس الرابطة. طموحاتكم في هذه البطولة واستعداداتكم لهذه البطولة؟ احنا بعد الماتش النهارده قفلنا ملف الكونفدرالية. طبعا السوبر في الإمارات إن شاء الله هنسافر يوم الجمعة، هنلعب المفروض الاثنين. طبعا احنا لسه لعبنا في الدوري وعملنا ماتش كويس جدا وخسرنا بجون، كانت غلطه من مدافع في جولنا وكده. فاللعيبه عارفه امكانياتها قدام بيراميدز وواثقين من امكانياتهم واحنا واثقين منهم، واعتقد هتكون مباراه في بالكره المصريه ان شاء الله. وبرده رايحين لنفس الاسباب اللي قلت لك عليها، الكونفدراليه. احنا لو انت عايز تتقال عليك انك فرقه كبيره لازم تكسب الكبار وتصدق ان انت تكسبهم. عندك فرصه حقيقيه قدام مصر كلها في بيراميدز ان انت تبين ده، واثقين في لعيبتنا وان شاء الله يكون قد المسؤوليه، بس الاصابات تبعد عننا شهر النبي كريم. ربنا معاكم ان شاء الله والامور تبقى جيده، عشان انا بصراحه منذ انشاء فيوتشر وانا مستمتع بهذا الفريق وتكوينه السليم، والان انتوا كمان بتشتغلوا بشكل رائع جدا على مستوى تكوين فريق جيد دائما. بمناسبه تكوين الفريق الجيد دائما،